بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 62 بعد 104 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به، ولعل بقية من شرح الحديث الأول في باب الخوف بقيت فنشرحها هذا اليوم، ثم ننتقل إلى الحديث الذي يليه بتوفيق الله عز وجل. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد، فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الحديث متفق عليه. وقلنا في شرح هذا الحديث النبوي الشريف إلى الفقرة الأخيرة منه، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، إلى آخر الحديث. وقد قلنا في الدرس الماضي إن هذا الذي يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيا من ربه يتضمن معنى تربويا جليلا جدا، هذا ما ذكرناه في الدرس الماضي، وهو أن المسلم إذا وعى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وعرفه وأيقن به، فإنه لن يزهى بأعماله الصالحة التي يوفق إليها، ولن يستهين بحياة المنحرفين والتائهين من عباد الله عز وجل. وهذا معنى تربوي جليل، الإنكار الذي وعى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يرقى به هذا الكلام إلى مستوى تربوي هام جدا. هو أولا لا يخدع بأعماله الصالحة التي وفقه الله عز وجل إليها، لأنه لا يعلم كيف سيختم له، وفي الوقت ذاته لا يحتقر ولا يزدري الآخرين لانحرافات تصدر منهم أو لمعاص ارتكبوها، ذلك لأنه لا يعلم أيضا ما هي الخاتمة التي ستختم له. وهكذا فإن المسلم الذي يصطبر بهذا الكلام النبوي الشريف
يرقى إلى مستوى من التربية ذات أهمية بالغة جدا، وهي أنه لا يعجب بنفسه لصلاحه ولا يحتقر الآخرين بمعاصيه. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء الناس. ولكن البقية التي أرجانا شرحها إلى هذا اليوم هي إشكال يخطر في بال أحدنا يتعلق بموضوع التكليف، ويتعلق بعدالة الله عز وجل، وهو شيء ذكرناه في دروس العقيدة وأجبنا عنه، لكن لا بد أن نجيب مرة ثانية أيضا، لأن هذه المشكلة قد تتكرر، ولأنه ربما كان بيننا إخوة لم يكونوا آنذاك. إذا كان أحدنا يعمل بعمل أهل الجنة طوال حياته، ما ذنبه حتى يقضي الله فيه قضاءه فيزجه في عمل أهل النار يوما أو يومين أو شهرا أو شهرين، فتهدر أعماله الصالحات كلها، ثم يلقى الله بالخاتمة التي زجه الله عز وجل فيها، ما ذنبه؟ والآخر الذي أمضى حياته كلها يؤدي الأعمال الصالحة الأعمال السيئة ويعكف على المنحراف وعلى المعاصي، ثم إن الله عز وجل أدركه في أيامه الأخيرة فانتشله، فأقبل إلى الله يوما أو يومين أو أسبوعا أو أسبوعين أو نحو ذلك، ثم مات مغفورا له، ومات الآخر شقيا، وقد أهدرت سعادة ذاك وطوي شقاء هذا. هذا هو الإشكال. كنا عندما عرضنا لهذا الإشكال في دروس العقيدة وذكرنا هذا الحديث، ذكرناكم برواية أخرى لهذا الحديث، وهي الأخرى صحيحة ولعلها من رواية مسلم، يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل. ثم قال: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع إلى آخره. لاحظوا كلمة فيما يبدو، وهي رواية صحيحة، ومعنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كرر هذا الحديث مرتين، ذكره مرة بهذه الزيادة فيما يبدو، وربما ذكر الحديث في مرة أخرى بدون هذه الزيادة. في هذه الحالة كما ذكر علماء أصول الفقه أي علماء قواعد التفسير، يكون الحديث الذي هو أكثر تخصيصا هو الشارح للحديث الذي هو أكثر عموما. هذه قاعدة قاعدة، يعني لو النبي عليه الصلاة والسلام قال لك فيما سقط السماء، يعني من النبات العشر، كل ما سقط السماء كلام عام، ثم قال لك ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، نفسر الحديث العام الأول على ضوء هذا الحديث الخاص،
يعني نقول قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال فيما سقت السماء يعني من النباتات العشر، أي إذا بلغ هذا النبات الذي تحصدنا بلغ خمسة أوسق، لأن الخاص يبين العام. هنا أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب. رجع قال بعد إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يكون. هذه الكلمة تكون تفسيرا للحديث الأول. قال إذن ما معنى فيما يكون؟ فيما يكون هذه الكلمة هي التي تحل الإشكال، أي إنك لترى الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر لك، أي هذا عمل أهل الجنة فقط في الظاهر. كيف هذا فيما يظهر؟ تراه يصلي في الظاهر، الصلاة عمل أهل الجنة. تراه يقرأ القرآن كل أسبوع ربما يختم ختمة عمل أهل الجنة. تراه يذكر الله عمل أهل الجنة. تراه في كل عام يذهب حاجا إلى بيت الله الحرام عمل أهل الجنة. لكن هل كل ما هو في ظاهره عمل أهل الجنة هو في باطنه كذلك؟ طبعا لا، طبعا ما أكثر الذي يمارسون أعمال الجنة ولكن بواطن هذه الأعمال سوء بسوء بسوء، كذلك أم لا؟ يكون العمل في ظاهره طاعة لكن تحت كل طاعة منها إعجاب، رياء، قبض دنيوي من وراء هذه الطاعة. لكن من الذي يبصر هذا الخفي؟ لا أنا ولا أنت، إنما الذي يبصر هو الناقد، كما قال ذلك العالم الرباني أتقن أخلص العمل فإن الناقد بصير. أخلص العمل فإن الناقد يعني الذي هو الله عز وجل بصير، يرى ما في طوايا قلبك. ممكن أن تخدع الناس الذين هم من أمثالك، ولكنك لن تستطيع أن تخدع الإله الذي يعلم السر وأخفى. فهذا الذي يصدق عليه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الذي يعمل بعمل أهل الجنة ويستمر ويستمر حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، إنما كان سبب ذلك أن عمل الجنة الذي كان يؤديه كان عملا صالحا في الظاهر، أما في باطن الأمر فلم يكن كذلك. وهذا الإنسان الشأن فيه إذا لم يطهر قلبه من الشوائب يعني من أمراض القلب التي هي الرياء، العجب، الكبر، الأناني، أمراض كثيرة، وهي التي سماها الله باطن الإثم عندما قال ذروا ظاهر الإثم وباطنه. إذا لم يطهر نفسه من هذه الشوائب فإن أعماله الصالحة تذهب أدراج الرياء، تذهب أدراج الرياء، ويصدق عليه قول رسول الله فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. في الحقيقة إنما زجه في عمل أهل النار سوءه السابق
جراثيمه التي كانت تسري في طاعاته. نعم. أو يكون هذا الذي قال عنه رسول الله يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو كما قال. إنسان صلى كثيرا وصام كثيرا وحج كثيرا، هذا ما يبدو، ولكنه يأتي يوم القيامة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غش هذا واغتاب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا، فتذهب هذه الحسنات كلها في غرام هذه السيئات. أنا وأنت لا نرى هذه المعاصي الخفية، وإنما نرى فوارق الطاعة الكبرى. هذا أيضا من معنى قوله عليه الصلاة والسلام فيما يبدو يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو. ونحن لا نستنبط، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي أحدكم يوم القيامة بكثير صلاة وصيام وحج، ويأتي وقد شتمها واغتابها وغشها وسفك دمها، فيؤخذ من حسناته ويوضع في كفة أولئك الناس حتى تنتهي حسناته، فيطرح من سيئاته في ميزانه. لكننا لا نعلم هذا، هل في هذا خدش لعدالة الله عز وجل؟ أبدا. كذلكم العكس، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو. عمل أهل النار كثير، المعاصي من عمل أهل النار على اختلاف. أنت تقول هذا الرجل من أهل النار لأنه يعمل عمل أهل النار، لكن إياك أن تطلق هذه الكلمة هكذا، بل قل فيما يبدو، لأنك لا تعلم قوية هذا الإنسان. ربما كان هذا الذي تراه عاكفا على الانحرافات، بينه وبين الله خيط من عمل صالح مبرور صاف عن الشوائب. هذا الخيط من العمل الصالح يكون بمثابة الخميرة التي تجذبه إلى الله سبحانه وتعالى فيما بعد. ربما أناس مترفين على أنفسهم، ربما واحد منهم ربما لا يصلي، لا يذكر الله إذا ذكر الناس ربه، ربما كان لا يصوم إذا كانوا صائمين، لكن قد يكون له عمل آخر من تلك الأعمال التي ليس لها إطار عبادة، يعني ما له عنوان طاعة. مثلا يخدم الناس، يسعى في خدمة الناس ورعايتهم، ويبذل ما يملك من أجل إسعاف المرضى، من أجل إزالة غواش الكرب والسوء. أما أن يستطيع أن يفعل ذلك بهم من عباد الله سبحانه وتعالى، يحاول جهد استطاعته أن يفرج الكرب عن المكروبين. هذا شأنه. أنا لا أرى هذه الأشياء، وإن رأيتها ربما لا أضعها في إطار طاعة، لأن مظهرها مظهر عمل إنساني عام. الناس لا يلتفتون إلى هذا، لكن يلتفتون إلى صلاة يصليها، إلى سبحة يحملها، يقول هذه هي الطاعة، مع أن الأمر ليس كذلك. هذا مثال آخر.
قد يكون هذا الإنسان المسرف على نفسه، المسيء في حق ربه. هذا الإنسان إذا عاد إلى نفسه رآها أحقر حاقر، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لن يبلغ أحدكم ذروة العبودية حتى يكون الناس كلهم في جنب الله كالأباعر، ثم يعود إلى نفسه فيراها أحقر حاقر. لا يبلغ الإنسان ذروة العبودية إلا إذا رأى الناس جميعا في جنب الله لا شيء، لا شيء، لكن لا على أن يراهم لا شيء ليميز نفسه عليهم، لا، بل يعود بعد ذلك إلى نفسه فيراها أحقر حقر. عندئذ يبلغ ذروة العبودية، هذا شيء كبير. ربما كان هذا الإنسان المسرف على نفسه التائه عن ربه، يعني إذا عاد إلى نفسه رأى نفسه أحقر حقا، يرى أن الناس جميعا أفضل منه، يرى أن أي إنسان أحسن حالا منه، ولذلك لا يقيم لنفسه وزنا أبدا. هذه الحال تجعله بين الحين والحين يجأر إلى الله بالشكوى والالتجاء والتبتل، ربما يناجيه وأنت لا تعلم بينه وبينه، وهذا كثير. يقول: يا رب أنا سيء، أنا عاصي، أنا لست أهلا إلا لعذابك وسخطك، ولكني ضعيف، لا أملك من أمر نفسي شيئا. يشكو إلى الله فاقته وضعفه وذله. نعم، ربما عاد في اليوم الثاني إلى مثل ما كان عليه، لكن الأسى يحرق قلبه، وإذا نظر إلى الناس رأهم جميعا كالملائكة، ورأى نفسه كشيطان بعيد عن رحمة الله عز وجل. هذا الحال هو من أكبر الطاعة ومن أعظم ما يقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى. هنالك طاعات خفية لا تبصرها العين ولا توضع في ميزان الحس، ولكنها توضع في ميزان رقابة الله عز وجل. نعم، ورد في الصحيح أن رجلا كان مسرفا على نفسه، لما دنا أجله أوصى ذويه إذا مات، قال: إذا مت والله لئن قدر الله علي فلسوف يعذبني عذابا لم يعذبه أحدا مثله، فإذا أنا مت فأحرقوني، ثم اجمعوا رمادي فذروا رمادي في يوم ذي ريح شديد، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحدا من خلقه. فعلوا به ذلك، نفذوا وصيته. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الذي حملك على هذا؟ يقول: خوفي من عذابك، أنا أعلم أنني رحلت إليك وليس في جعبتي شيء من الطاعة، فلم أجد سبيلا إلا أن أحيل ذاتي إلى رماد تذروه الرياح. يقول الله: لقد غفرت لك. هذه هي العبودية، وبمقدار ما يتقرب العبد إلى الله في هذا الدنيا، بمقدار ما يبتعد العبد عن الله عز وجل بعجبه وكبريائه، ذاك يغفر الله له على الرغم من معاصيه، وهذا يطرده الله من رحمته على الرغم من طاعاته. نعم، ولقد ذكرنا مرة أو أكثر من مرة الحديث الصحيح
الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شقي بني إسرائيل وصالح بني إسرائيل. ولعل ذلك كان أيام سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. كان في المدينة رجل معروف بالصلاة والتقوى والاستقامة ويضرب به المثل. وكان في المدينة ذاتها رجل على النقيض من أشقى الناس ومن أسوأهم. خطر ببال هذا الشقي ذات يوم أن يزور هذا الصالح ليجلس إليه لعل قربه منه يفيده ولعل بركة تناله منه، هكذا فكر. فلما دنا إليه ورآه الرجل الصالح صاح فيه وانتهره قائلا: ابتعد عني قبل أن تصيبني شرارة من سوءك، وطرده. فخرج الرجل مكسور الخاطر، نعم مجروح الشعور. أوحى الله سبحانه وتعالى إلى سيدنا موسى أن أخبر كلا من هذين أنني وضعت كلا منهما في مكان صاحبه، أي أن الله سبحانه وتعالى قضى قضاءه المبرم بأن يتحول ذلك الصالح إلى شقاء، وبأن يتغمد الله سبحانه وتعالى شقاوة ذلك الإنسان. هذا هو معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، إلى آخر الحديث. أما الرجل أو الإنسان الذي يعمل بعمل أهل الجنة وعمله موصولا بجذور نقية ليس في عمله شوائب من كبر، من عجب، من مباهاة، من رياء، ثم إنه لا يغطي سوءه في معاملته للناس وإساءته إليهم وغيبته إياهم أو غشه لهم، لا يغطي ذلك بهذه الأعمال الصالحة. هذا الإنسان لا يمكن، بل آل على نفسه، لا يمكن أن يهدر عمله بشكل من الأشكال أبدا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. كيف؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لكن ما الخير؟ ليس الخير ما تراه عيناك الظاهر، إنما الخير ما كان في الظاهر والباطن خيرا. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، هذا هو المعنى. فهل تجدون في هذا الحديث ما يثير إشكالا أو ما يتعارض مع رحمة الله سبحانه وتعالى وعدالته؟ الآن انتهينا من هذا الحديث، ننتقل إلى الذي بعده. وأنتم تعلمون أننا في الباب الذي جعل الإمام النووي عنوانه الخوف، باب الخوف، أي من الله عز وجل. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا
وإنه لأهونهم عذابا. نعيد هذا الحديث. يقول النعمان بن بشير رضي الله عنه: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان، تحت كل قدم جمرة، يغلي بهما دماغه. ما يرى هذا الرجل أن أحدا أشد عذابا منه، وإنه أي مع أنه لأهونهم عذابا. هذا الكلام الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه، حديث صحيح متفق عليه، هل يدع في كيان أحدنا أمنا وطمأنينة من عذاب الله وسخطه؟ مهما كان أحدنا، مهما، هل تضمن أن لا تكون أنت هذا الإنسان، أو لا أكون أنا هذا الإنسان؟ وربنا عز وجل يقول: إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أو القوم الفاسقون. ومكر الله عز وجل ليس لله مكر، لكن هذا من قبيل المشاكلة، أي العقاب الذي ادخره الله لمن ظن أن الله لن يعاقبه. هذا معنى كلام الله عز وجل. هل منا أيها الأخوة مهما صليت ومهما صمت ومهما ذكرت الله، يظل البشر مقصرا، يظل الإنسان خطاء، يظل الإنسان مركبا من أخطاء، من تقصير؟ طيب، والمعاملة مع من؟ مع رب العباد، مع خالق الكون، مع خالق القوى والقدر. ما أدراك أن الله سيغفر لك؟ هل أخذت براءة من الله من ناره؟ أبدا، أنت لا تعلم. ألم تقرأ قول الله عز وجل: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. هذا ينطبق ربما عليه، وينطبق على من يرى نفسه ذا صلاح وتقوى وعمل مبرور. فكيف يمكن للإنسان أن يأمن مكر الله عز وجل؟ يقول أحدنا وهو يرى أعماله الصالحات: لقد أمرني الله ففعلت، ونهاني فتركت، وأديت كل ما علي. إذا أنا يعني من أهل الجنة ومن مستحقي رحمة الله عز وجل. وتفجأك بعد ذلك أمور لم تكن تحسب لها حسابا، ويطبق عليك قول الله عز وجل: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فغبي جدا ومخدوع جدا من ركن إلى القليل من طاعاته أو الكثير من طاعاته، وظن نفسه مغفورا له، وظن نفسه ممن دخلوا في قائمة المكرمين والمنعمين من عباد الله عز وجل. ولا تزكوا أنفسكم، بل سبحانه وتعالى هكذا يقول: فلا تزكوا أنفسكم، أنت لا تعلم أنت من أي الفريقين بشكل من الأشكال. وأنا عندما أنظر إلى واحد مثل عمر رضي الله عنه، على الرغم مما تعرفون من مناقبه وسيرته، وأنظر إليه وهو يبكي في جوف الليل ويقول: ليت أم عمر لم تلد عمر، يتمنى أن لو كان شاة في بادية ما، ويقول: والله لو أن إحدى قدمي دخلت الجنة
وقدم الأخرى لا تزال لا آمن مكر الله سبحانه وتعالى. فكان عمر يرى في نفسه على هذه الحال ويرى الخطر يحدق به من كل جانب، فكيف يكون حال أحدنا؟ كان يصلي سيدنا عمر ذات يوم ثلاث الفجر وهو خليفة وأمير المؤمنين يصلي إماما، فتلا قول الله سبحانه وتعالى: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فسقط مغشيا، سقط وحمل إلى داره وبقي مدة يومين أو ثلاثة أيام مريضا يعوده الناس، وهو من؟ وهو عمر أمير المؤمنين الذي تعرفون مناقبه وأحواله. فإذا كان عمر هكذا وأبو بكر مثله، فكيف يصلح حالنا نحن؟ كيف يصلح حالنا؟ هل أنا مخطئ أيها الإخوة إذا حذرت نفسي أولا وحذرت إخواني من المعاصي؟ هل أنا مخطئ؟ هل أنا مخطئ إذا حذرت نفسي وحذرت الناس أفرادا أو جماعات من سخط الله، من عذابه إن في الدنيا وإن في الآخرة؟ والله لن أكون شفوقا على عباد الله، ولن أكون محبا لهم، ولن أكون مخلصا لهم إلا إذا أحببت لهم ما أحب لنفسي، وإلا إذا خوفتهم مما أخوف منه نفسي. نعم، كم وكم يقال لي إن الله عز وجل كريم ورحيم، ويسمعني الآيات التي لم يحفظ غيرها في كتاب الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله كريم، اسمعني محاضرة في هذا الصدد. والباري سبحانه وتعالى ما ذكر عباده مرة بصفات رحمته إلا وذكرهم قبل ذلك أو بعد ذلك مجاورة بصفات عقوبة عقابه وشدة انتقامه وعظيم صفوته. أبدا لن تجد آية من آيات الرحمة إلا وهي مقرونة بآية من آيات الشدة. انظر إلى هذه الآية ذاتها: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. رأسا ماذا قال؟ وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. صحيح، قال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. ثم ماذا قال؟ وأن عذابي هو العذاب الأليم. نعم، اقرأ كتاب الله من أوله إلى آخره تجد أن آية الرخاء ذكرت إلى جانب آية الشدة، وأن آية الشدة ذكرت إلى جانب آية الرخاء، حتى يتجاذب الإنسان شعوران اثنان: أمل برحمة الله وخوف من عذابه. إذا امتزج هذان الشعوران نشئ الإنسان على تربية ربة تامة. لا الخوف وحده يصلح حال العبد، ولا الأمل وحده. نعم، هكذا يربي الباري سبحانه وتعالى عباده. انظر إلى قوله عز وجل: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد مخيف. رأسا قال: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. يقول: وسيق الذين كفروا
إلى جهنم زمرا، حتى إذا تحدث عنهم ووصف واقعهم قال بعد ذلك: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، ووصف حالهم. وقد ما بانفراد، يا عجبا، كيف يكون العبد مؤمنا بربه ويسمع هذه الآيات، آيات التأمين والتخويف، فيلتقط آيات الأمل ويشيع بوجهه عن آيات الخوف، فما يكون عبدا بالله؟ ماذا تتصور من ربك عندما تعامله بهذا الشكل؟ لا يمكن للإنسان أن يتعامل معاملة العبد مع مولاه وخالقه إلا إذا سار على صراط الله بدافعين اثنين: دافع من الأمل برحمته وفضله، ودافع من الخوف من عذابه وانتقامه. نعم، إذا وقفت أمام الآيات التي يصف الله فيها عذابه تسمع شيء يذيب القلوب، بل يذيب الحجارة الصماء. نعم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أين تذهب بنفسك فرارا من هذا الكلام؟ أم هو كلام غير الله عز وجل؟ ألم تسمع قول الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم تقي وسعيد. ماذا؟ أين تذهب لنفسك من هذا الكلام؟ ومن الذي أنباك أنك من هذا الفريق ولست من ذلك الفريق؟ ماذا تصنع بقول الله عز وجل وقد تعرض قصص أمم سابقة أهلكهم الله ثم يقول لنا: أكفاركم خير من أولئكم؟ أم لكم براءة في الزبر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدعى وأمر، إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. يا أخي، إياك أن تقول لنا هذا ليس عنا. من قال لك إن هويتك معروفة محفوظة في جيب مؤمن مغفور له من الصالحين؟ أنا لا أعلم. الباري يقول لرسوله: ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم. هذا ما يقوله الله سبحانه وتعالى. ماذا تصنع وأين تفر بنفسك من قول الله سبحانه وتعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيرون. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة؟ إن لكم لما تحكمون. سلهم أيهم بذلك زعيم؟ هذا كله خطاب لمن يقول: الله كريم، الله غفير غفور، الله رحيم، الله يغفر الذنوب، ينسى عذابه ويحبس نفسه في خيال من رحمة الله عز وجل. هكذا يقول له الله: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيرون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن ختامنا، والحمد لله رب العالمين.